الحقيقه العالم كله كان بيتفرج على مصر امبارح، العالم كله كان بيشوف الصوره المبهره اللي كانت بتقدمها مصر امبارح، ويمكن ما فيش حد فينا هو بيتفرج ما كانش جسمه بيقشعر من كتر ما هو فرحان، من كتر ما هو فخور، كل واحد فينا كان احساسه بالفخر بان هو مصري كان بيزيد، ويمكن حصل حاله من تعزيز كده، حاله الانتماء، يعني الشعور بالانتماء اللي دايما اكيد موجود وعمره ما بيروح، ولكن مع المشاهد اللي زي دي وبتفرق معانا قوي، يعني مش بس لينا احنا، مهم قوي ان يحصل مشهد حضاري زي ده علشان الاجيال الصغيره، الاجيال الاصغر، الاجيال الجايه تشوف وتعرف قيمه بلدها، تعرف قيمه حضاره بلدها، تعرف انه مهما لفينا من العالم وشفنا بلاد حلوه واتبسطنا فيها، الا انه فعلا ما فيش اي بلد عندها اللي موجود في مصر ده، مفيش بلد حضارتها وتاريخها زي مصر. الحقيقه صوره مشرفه جدا يعني بكل المعنى. بنتكلم على يعني الصوره تبقى لايقه على حضاره مصر، على حاضرها، على مستقبلها، ده اللي احنا شفناه امبارح. وطبعا لولا جهود كل جهات الدوله بدءا من سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ما كناش هنشوف المشهد المشرف اللي كل العالم بيتكلم عنه. وانا بتابع الصحف العالميه وبشوف الناس بتقول ايه، كتير قوي من الناس بتتكلم ان انا نفسي اكون مصري، انا عايز ازور مصر بعد اللي انا شفته ده، الناس كلها بتتكلم على ده. والحقيقه ان الحدث ده هيعود على مصر بحاجات كتيره قوي، بنتكلم على السياحه، هيحصل تنشيط للسياحه ان شاء الله بشكل كبير، وخصوصا الثقافيه والتاريخيه. ورساله كمان مهمه قوي، ان في وقت ازمه كورونا العالميه وفي ظل ان احنا منضبطين وملتزمين بالإجراءات الصحية، لكن إن ده مش مانعنا أبدا من إن احنا نفتتح متحف كبير زي ده، وإنه يحصل المشهد الرائع والحضاري اللي شفناه امبارح.